كلامك ده كله بيدور في مركزين صح؟ اه فيرويد الساك وفيرويد. ايوه هو ده النادي الاهلي بيدور عليه حاليا. من وجهه نظري انا كمان لازم واحد في نص الملعب. لازم حد في نص الملعب. لو ياسر وانت عايز برضه ناحيه الشمال، ما انا بقول لك لو بتفكر ان لو بتفكر انك هتبيع ديانج لازم تجيب حد مكان ديانج. علي معلول طبعا يعني ربنا يرجع بسلامه، مكانه لسه مش عارف مين ممكن يشغله، لكن وجود عمر كمال اعتقد لو عمر اشتغل في المكان ده هيبقى رقم واحد. لازم عندك بديل يا كابتن. ماشي ما على فكره ممكن تلاقي، لكن هو انت مش محتاج تشتري باك ليفت. بص يا ياسر، اما بتيجي تشتري باك ليفت او حد على الطرف انت لازم تجيب حاجه انت محتاجها قوي وعندك نقص فيها. يوم ما جبت علي معلول كانت المكان ده عندك فيه مشكله جامده، انك انت مش لاقي حد يعمل لك الشغل اللي كان بيعمله جيلبرتو عماره قبلهم كلهم كابتن ربيع ياسين، ما عندكش حد، خصوصا النادي الاهلي دايما بيعتمد على حته الاطراف دي. في جوناثان مرشح ليه، وانت عندك كمان كريم الدبيس على فكره كابتن علاء. جوناثان جوناثان ده من احسن الباكات اللي موجوده في الدوري، لكن جوناثان فيه مشكله سن عالي شويه والسرعه. ما انا بقول لك يا ستيل عنده كام سنه يا كابتن؟ جوناثان عنده كام سنه؟ جوناثان ده انا من اول شفته في الجونه والله مهيب، مش عارف كنت بتكلم معاه قلت له يا جماعه في واحد بيلعب ناحيه الشمال في الجونه رجله روح بصوا عليه بصارة. ابو ليه ما تقولش على البنك الاهلي؟ حلو قوي كمان البنك الاهلي بتكلم على يعقوب ويعقوب وبتاع البنك الاهلي. طيب يلا بقى قول لي الراحلون من نادي الزمالك. لا عنده كتير لحد دلوقتي ولا واحد. لا 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 والله لحد دلوقتي ولا حاجه. انا اقول لك حاجه، هو اتعرض كذلك ان احنا قعدنا هنا وقلنا ان الزمالك بيكلم بن شرقي او مش الزمالك. الزمالك مش هجيب بن شرقي، خدها مني ليه؟ عشان فلوس بس. الا يبقى انا دلوقتي يبقى انت دلوقتي ما هو ده، ما انا دلوقتي اهو ده باين، ما انا اهو دلوقتي بقول لك اهو حبيبي مش هيجيبوا فلوس خلاص. ما احنا خلاص كده كده اتفقنا، عشان كده قلت لك الزمالك ما حدش ماشي ليه، لان هو ده اللي حاصل دلوقتي ان انت دلوقتي ما عندكش فلوس. فانت مين اللي هيمشي؟ مش المدير الفني؟ المدير الفني قال ان انا مش همشي ولا واحد دلوقتي، لسه بدري جدا ان انا احدد ان انا همشي مين وهجيب مين. الرحيل من اللي انا بقول لك عليهم المرشحين واحد ابراهيم النضاي سامسون ممكن يكون الزناري اعتقد محمود علاء طبعا خلاص محمود برضه في اتجاه ان هو محمود علاء ان هو هيتحرك الفتره الجايه ده لحد دلوقتي اوباما هيقعد ولا اللي واضح. لا اوباما هيقعد انا بايد اوباما هيقعد. وخلي بالك ان ان برضه في صبحي وعواد ما جددوش، الاثنين هيقعدوا هيتجدد.